اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا واحداث. حلقه النهارده هي قضيه انتزعت منهم قلوب الرحمه والانسانيه. حلقه النهارده هنتكلم عن جريمه قتل، بس قبل ما نبدا حلقتنا احب ارحب بضيفي الاستاذ اشرف دره، محامي بالنقد والدستوريه العليا. اهلا استاذ اشرف. اهلا بيك. منور يا باشا. جريمه القتل اللي هنتكلم عليها النهارده هي جريمه قتل، بمعنى القتل بلا رحمه، جريمه تندرج تحتها كل معاني انعدام الرحمة والإنسانية. تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجع نتكلم تاني. طيب قبل ما نبدأ التقرير نحب أسأل ضيفنا الأستاذ أشرف، إيه أكلمنا عن جرائم القتل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جريمة القتل عرفها المشرع القانوني بأنها إزهاق روح كائن حي، والكائن الحي هنا الإنسان. يبقى لازم نفرق ما بين إزهاق روح الإنسان الحي وقتل حيوان، ما دي قتل برضو، أو قتل أو إتلاف مزروعات أو ما شابه ذلك. احنا نقول إن فيها روح حي، يبقى لازم تقع جريمة القتل على كائن حي بقصد إزهاق روحه، بقصد إزهاق روحه. القتل هنا في عدة أشياء، أولا أو عدة أنواع، إما أن يكون قتلا عمدا، يعني يقصد صاحبه أن ويتعمد أن يزهق روح الشخص الذي أمامه، أو قتل خطأ، هو فعلا قتل شخص ولكن بغير قصد. وفي أي أشياء أخرى من القتل أيضا، زي القتل الرحيم اللي طلعت لنا في الأيام الأخيرة، اللي بعض الناس بتشوف شخص مريض ويستيأس. طيب من أستاذ أشرف هنقطع كلام حضرتك ونروح نشوف التقرير ونرجع تاني. الشهير بمامبو ده طالب في معهد الله يرحمه، معهد المطريه للتكنولوجيا، وجالي في يوم الاثنين 19/10 انا وفي البيت، لقيت تليفون رن على اخوه، فقال لي بقول له في يا ابني، قال لي ده انا في اخويا في مستشفى المطريه. فقلت له اجري وروح شوف الدنيا فيها ايه، وانا جاي هو وراك واخد والدته. المهم رحنا، الطلبه قالوا لي انا وقعت في المستشفى ان في 3 بلطجيه بيعملوا اتوات على الطلبه واتخانقوا مع محمد ضربوه. راح طبعا صدهم وخدوه، يعني ايه ما لهوش دعوه بيهم وكده. والسنه دي بقى ظهر تربصوا له وحصل اللي حصل، وفي الايد وفي الرقبه، مبهدلين الواد. انا شفت الواد يعني اغمى عليا، والدته 3 ايام في معلق لها جلوكوز، ما بتكلمش حد، يا دوبك يمكن النهارده او امبارح فائت، وبرضه كل ما تشوف الصوره تنهار. حرام حرام اللي بيحصل فينا دوت، حرام والله. اناشد برضه للمره المليون وزير العدل ووزير الداخليه، شوفوا لنا حل. السيد الرئيس بعاطي يشملنا بعاطفه ويشوف لنا الموضوع وصل لايه والدنيا فيها ايه. حرام كده اللي بيحصل والله، حرام ورم. اسمي يوسف صاحب محمد عادل، كنت معاه يوم الواقعة، كنت في المعك جوه وكده، سمعت صوت صريخ، قمت طلعت لقيت محمد مقتول، 7 ليه ولا 8 طعنات، شلته حطيته في التوك توك ومشيت بيه. شيكو وقف قدام التوك توك عاوز يقتلنا انا وهو. في الاخر لما في واحد زميلنا جه شاله ومشي. محمد كان راجل ما كانش بيحب الافتراء. محمد عاش راجل وقامت راجل لحد اخر ثانيه. اسمي شيماء عادل، اخت محمد عادل الكبيره. محمد كان كل حاجه في حياتنا، كان اطيب قلب في البيت كله، كانت ضحكته ماليه البيت كله. انا الناس بتقول مشاغبه، كانت الناس اللي حواليه اتعورت، ده هم واخدين محمد بس يضربوا فيه هو بس، مقطعين له هدومه، لو انتوا شفتوا الفيديوهات ما
مقطعين له جسمه كله. انا دخلت على اخويا التلاجة بفتح بس. عماد من جيران القديمة معايا هنا في المنطقة، محمد من أحسن الناس الموجودين عندنا في المنطقة كلها، محمد كل الناس تشهد له، حتى جنازته تشهد، يعني مش شخص ولا اتنين ولا تلاتة، دي ملايين الناس كلها من كبار لصغار، ومحمد ما فيش حد لا غبار عليه من أي حاجة، فكل الناس اللي بتقول عليه بلطجي أو بتاع مخدرات أو حاجة، ده دليل حتى في الطب الشرعي نفسه ما فيش أي نسبة مخدرات في جسمه أو أي حاجة تثبت إن هو كان عنده أي حاجة ياخدها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد ده ساكن البيت جنب البيت، والواحد والله العظيم ما شاف منه حاجة وحشة أبدا أبدا. محمد ده يعني الأدب كله فيه. أنا معايا ابني، ده ابني الثاني محمد، مش قادرة أقول لك يعني. الناس زولت محترمين آخر احترام. الناس دي ما بتنامش غير الساعة 8، لا ليها في أي مشاكل ولا ليها في أي حاجة خالص. والله العظيم من يوم ما سكنت هنا أنا مش شفت حاجة وحشة منهم أبدا. محمد ده مش قادرة أقول لك يعني لا في خناقات، لا ليه في خناقات ولا ليه في أي حاجة خالص. ده ابني يعني، عارف الشهامة كلها فيه. حزبنا الله ونعم الوكيل يا ابني فيهم، عايزين حقهم. لو يطلعهم لنا احنا ناكلهم في الشارع، يطلعهم لنا وسيبهم لنا بس، ما لهمش دعمهم بحاجة تاني. أنا اسمي عصام، مولود في المنطقة هنا. محمد كان إنسان محترم جدا، كان مؤدب، كان متدين، ملوش في المشاكل، إنسان كان أخلاق، طلع من بيئة محترمة، اتاخد غدر من شويه عيال زباله، فيا ريت نجيب حقه. ورجعنا لكم تاني، وزي ما شفنا شاب في ريعان شبابه، عمره 22 عاما، طالب بالمعهد الفني بالمطريه، قرر بعض الاشخاص معدومين الرحمه انهاء حياته. تعالوا نشوف مع الاستاذ اشرف ايه انواع جرائم القتل، وده هذه القضيه تندرج تحت بند ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا في الاول ان القتل هو عباره عن ازهاق روح كائن حي او انسان حي، يبقى بيطلع منها الجمادات، بيطلع منها النباتات، بيطلع منها الحيوانات الى غير ذلك، وان كان ده بيندرج تحت اشياء اخرى اللي هي مثلا الاتلاف. دي جريمه القتل من جرائم الاعتداء على الاشخاص. فالمقصود هنا بالقتل إزهاق روح هذا الكائن الحي. طيب القتل، في عندنا قتل احنا بنقول قتل عمد، اللي هو يقصد به الشخص ويعمد ان هو يقتل من امامه، وفي قتل خطأ فعلا بتزهق روح الشخص ولكن ما بيكونش قاصد الشخص ان هو يقتله، وفي الضرب المفضي الى موت، خناقة او مشاجرة او حاجة من هذا القبيل، فالقانون بيكيفها حاجة اسمها ضرب افضى الى موت. وفي اشياء اخرى زي ما احنا قلنا في اول، واحنا بنتكلم في اول حلقه، زي القتل الرحيم وزي الاجهاض وزي الانتحار، هذه ايضا صور من صور القتل الموجوده وبيعاقب عليها القانون ايا كان الامر، لانها تقع برضو على ايه، على الكائن الحي. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي او الحادثه اللي احنا فيها هي عباره عن مجموعه من الاشخاص بالبلدي كده اتلموا على واحد وضربوه وبقصد إزهاق روحه. إذن هذا الرجل الناس ديت قتلته، سواء قتلته باستخدام أدوات أو تمام أستاذ أشرف، زي ما احنا برضو شايفين معنا في الفيديو ديت حالة الشارع وحالة الجنازة. شاب متوج بتاج الرحمة والإنسانية والاحترام يشهد بها، زي ما شفنا معنا في التقرير كل الجيران وأصحابه الكلام ده كله بيشهدوا بهذا الكلام. لما يجي شباب بهذا المنظر وهذا الشكل يعملوا مع شخص كده بدافع البلطجة والإهمال، فين حقه؟ عايزين حق محمد، بنسند صوتنا من هنا مع صوت أهل الأستاذ محمد إن حق الأستاذ محمد يجي، بيكونوا عبرة لغيرهم، بحيث إنهم ما يقدروش، ما فيش حد تانهم يكرر نفس المشكلة، لأن الروح البني آدم مش سهلة إن أي حد يفكر إن هو يزهق روح بني آدم، الموضوع يبقى بالنسبة له سهل كده، لازم يكون في رد على هذا الموضوع. العقوبات يا أستاذ مصطفى مقصود بها، أو العقوبات أصلا جعلت للردع، حتى إن وجميع الأديان السماوية حافظت على النفس البشرية وحافظت على القصاص الجروح، والله عز وجل في القرآن جعل أن النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص، والمحافظة على هذه الأشياء حتى ولو كان الشخص لم يكن قاصدا. حتى في الإسلام
لو واحد أصاب شخص ولم يكن يقصد أن يقتله ولكنه قتل، في الحالة دي عليه أيضا الدية. في القانون، القانون جعل العقوبات كشيء رادع للأشخاص اللي بيقوموا بارتكاب هذه الجرائم. ولكن الأمر إيه؟ الأمر إن الناس بتشوف إن 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 القضايا بتطول والمسائل يعني قدامهم، وكأن هناك قضايا إن جريمة القتل أو أي جريمة بتحصل زي مثل جريمة القتل اللي تمت، إحنا شفنا التقرير بتاعها من شوية. الجريمة دي تمت إن مجموعة من الأشخاص اتفقوا فيما بينهم على إن هم يقتلوا شخص معين، يعني إزهاق روحه، وتمت الجريمة. لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن كل واحد فيهم ليه دور، ليه جزء من الجريمة عملها. يعني واحد مثلا كتفه، واحد ضربه في رجليه، واحد ضربه في ايديه، واحد ضربه كذا. هم بيعملوا الكلام ده ظنا منهم بان ده سيجعلهم يفلتون من العقاب. طيب مبدئيا استاذ اشرف، حابين نعرف هل نوع القضيه دي تندرج تحت بند العمد ولا هي مشاجره؟ الملابسات القضيه بتبقى في الاوراق بعد تحقيقات الشرطه وتحقيقات النيابه، بتظهر الادله على وجود هذا الشيء. ولكن بناء على كلام الناس اللي كانوا بيتكلموا في التقرير، قالوا ان الناس دي كانوا مترصدين له وضربوه. فاحنا عندنا القتل هنا في الحاله دي لو صح كلامهم وثبت في الاوراق، هيبقى هم كده جريمه قتل عمد مع سبق الاصرار من هؤلاء، ولكن اجتمع فيها مجموعه من الاشخاص. المجموعه من الاشخاص مش هتخليهم الاشتراك الجنائي في الحاله ديت او الاتفاق الجنائي مش هيخليهم يطلعوا ويفلتوا من العقوبه، ولكن في الاسلام او حتى في القانون الوضعي اللي احنا بنعمل فيه في مصر او في الدول العربيه، هذا القانون سوف يعاقب كل من اشترك في هذه الجريمه. ولكن هو المشكله هيكون في ايه؟ عشان برضو الناس تبقى عارفه، في فرق ما بين ثبت بالقطع ان هؤلاء او هذا الشخص قد قام بهذا الفعل، ولم يثبت انه قام بهذا الفعل. طيب انت ممكن استاذ اشرف توضح لنا ايه هو الفرق بين القتل العمد وسرق الاصرار والترصد والقتل الخطا او القتل عن طريق المشاجره؟ القتل الخطا ده جنحه، يعني ايه؟ واحد ماشي بعربيه وضرب واحد فموته، ازهق روحه. ازهاق الروح هنا في الحاله دي هي لكنها لم يكن يقصد أن يقتله، ولكنه قتل. طيب وعقوبة الجنحة؟ القتل الخطأ في هذه الجنحة عقوبتها من الغرامة حتى الحبس لمدة 3 سنوات. أما الجناية القتل العمد، القتل العمد، القتل القتل في عندنا قتل يندرج تحت الضرب المفضي إلى الموت. يعني أنا ماسك عصاية وبنتخانق أنا واحد، أو في ناس في خناقة أو كده، واحد ضرب واحد فأصابه أرضاه قتيلا، في هذه الحالة اسمه ضرب افضى الى موت. في الحاله دي ما كانش قاصد يقتله او يسرق روحه. اما سبق الاصرار، يعني واحد مبيت النيه ومصر على ان يقتل هذا الشخص، اول ما يجي هيعمله كذا. وفي كمان ترصد يعني انا مسابق، عندي سبق اصرار، يعني مصر ومرتب ومرتب اموري، اضافه الى ان كمان ايه مترصد، يعني مستنيه في مكان معين عشان اضربه واقتله. طيب في هذه الحاله لو ثبت هذا عقوبته الاعدام. طيب او على الاقل الاشهر الشقه المؤبده لمده 25 سنة. مع العلم ونحن على يقين بنزاهه القضاء المصري، بس كنا بنسمع احيانا ان قضيه القتل فيها استئناف او فيها مع اخطاء في محضر الضبط او الكلام ده كله، مع بعض الاخطاء بيحاول المجرم ان هو يطلع باقل العقوبه. ده كلام ايه الحل في الموضوع ده؟ ان احنا مثلا ندي الجاني اقصى العقوبه. اقول لحضرتك، هي الملابسات اي قضيه هي اللي بتحكم على القضيه. عشان كده من قضية واحد بياخد 10 سنين، واحد بياخد 20 سنة، واحد بياخد إعدام. ده الاختلاف فعلا، وهي دي قتل ودي دي نفس دي قتل ودي قتل ودي إزهاق روح ودي إزهاق روح. لكن توافر القصد، جريمة القتل زيها من أي زي جرائم، فيها ركن مادي اللي هو فعل بيتم، وفيها ركن معنوي اللي هو قصد جنائي بيتم أن يكون الشخص الذي قام بهذا الفعل يقصد إلى تحقيق النتيجة، وما بينهم في علاقة سببية. طيب زي ما شفنا، احنا شفنا دلوقتي كاميرات مصورة جريمة القتل وهي بتحصل، هل القضاء بيستند لهذه الفيديوهات ولا بيقول لك لازم تصوير عن بإذن النيابة؟ الكلام ده كله بيستند لهذا الفيديو ان هو يبقى دليل ثابت على قرائن وليست أدلة. هنا الدليل يعني شيء ثابت لا يقبل إثبات العكس. لكن أنا بدعم الأدلة بهذه القرائن، أنا بشغل الكاميرات بتاعة المناطق بتاعة المحلات أو الأشياء اللي موجودة في المكان، وبأشوف تسلسل الأحداث ماشية إزاي عشان أقدر أشوف مدى خطأ المجني عليه الأول أو مدى
اصرار الجاني في على ان يقوم بهذه الجريمه. اللي انا اقصده ان هو ممكن تكون مستند ينضاف لملف القضيه ويعتد بيه في القضيه. ويعتد بيه في القضيه. هي هنا التحقيقات النيابه بتحصل ازاي يا استاذ مصطفى؟ اللي بيحصل او مبدئيا في تحقيقات شرطه، الشرطه بتعمل ايه؟ بيجي لها بلاغ، بيجي لها في النجده او بيجي لها حد بيقول لهم ان في وقعه جريمه ايا كان هذه الجريمه في المكان الفلاني. بينتقل مامور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطه مثلا بتاع المكان، بيروح يشوف الواقعه بالظبط، بيصور الواقعه، بيصور المكان، بيصور حاله الجثه في الوقت المكان، مش التصوير يعني، بيكتبها على الاوراق بما راه هو شخصيا. وبعد كده بيبدا يشوف تتحول هذه الجثه دي اذا كان لسه في حياه بيتحول للمستشفى حتى يا اما يشفى يا اما يموت. في الحاله ديت لو توفي بيبدا يتحول تتحول الجثه للطب الشرعي. الطب الشرعي بتقول ايه؟ بتقول ان الجريمه دي وقعت باستخدام كذا وتمت بكذا، بتحدد الافعال التي تم، الاداه اللي هي ادت اداه الجريمه والسبب اللي وبعد كده اذا في اداه من الادوات، في اداء في ومكان الضرب، يعني انا ممكن استخدم سكينه واضرب بها في مكان، او حتى مسدس اضرب في مكان ولا يقتل، رغم ان المسدس اله قاتله بذاتها، ورغم ان السكينه انا لو جيت ضربت واحد يعني ضابط الشرطه مثلا لما بيكون بيطارد مجرم بيضرب فين؟ اول ما بيضرب في اماكن معينه عارفه انها تصيبه ان هو يقع ما يموتش، بيضربه ان هو يصيبه ان هو تمام. لكن الثاني اللي مستخدم سكينه وهي اساسا مش من الادوات المستخدمه للقتل، لكن السكينه الشباب زي ما شفنا مش ما يفقهش حاجه زي كده، ما يعرفش يعني ايه هو تمام. إيه ان هو المكان اللي هو بيضرب وخلاص، اي مكان بيتقابله ويضرب فيه بس. لا 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 مش كده. الناس النوعيات اللي احنا سمعنا عنها دي نوعيات بلطجيه ومجرمين، وبيعرف اماكن اللي بتضرب فيها يعني لو واحد بيضرب واحد بسكينه في رقبته معناه مقصود ايه؟ او بسكينه في قلبه، يبقى مقصود بقى ايه؟ هو كده متعمد ان هو يقتله، المكان مش ان هو يخوف ولا يرهبه، لا ده متعمد القتل، متعمد القتل. بس هي المشكله اللي بتحصل، ما احنا عشان كده بعض الناس بتاخد براءه في القضايا زي كده، وبعض الناس بتاخد رغم ان الشخص قتل، رغم ان الروح ازهقت، لكن الشخص بياخد براءه او بياخد عقوبه من 3 لـ7 سنوات في الضرب المفضي الى موت. يعني انا تقتل لي انا عندي حاله من الحالات، استاذ من الاساتذه كده يعني ولي بيه علاقه، وحصل انه في ناس اتخانقوا مع اخواته، وطلع هذا الرجل يشوف الموضوع ايه، اتكتروا عليه الناس ضربوه فمات. طيب زي ما شفت حضرتك في الفيديو كده، ايه توقع حضرتك ان الحكم اللي هيصدر على الجناح؟ الحكم ما نقدرش نقول يا استاذ مصطفى، زي ما شفنا احنا شفنا في الكاميرات وشفنا الرأي طبيعي ان هم لو ثبتوا بنفس التصوير ونفس اللي شفناه تمام. انا بقول لحضرتك لو ثبتوا، لو اثبتت نفس هؤلاء قد قاموا بقتله منتويين بذلك ازهاق روحه، يحكم عليهم بالاعدام او بحد ادنى الاشغال الشاقه المؤبده. طب هل يكون في فرق بين ان هو شخص واحد قام بالقتل او اكتر من شخص؟ يعني احنا دلوقتي لو احنا قلنا مثلا هم ممكن يقولوا ايه، لو واحد مثلا حكم عليه بالاعدام، طب دول 4 هل يتجزأ الحكم ام الـ4 هياخدوا اعدام؟ لا، اللي بيحصل كالاتي، دور كل واحد فيهم في الجريمه، دور كل واحد فيهم لان هم التحقيقات، ما احنا عشان كده استاذ مصطفى بنقول التحقيقات هي التي تثبت الشخص الفعل الذي قام به الشخص. فكل واحد بيرتكب، لو في اتفاق جنائي يعني هم متفقين على ان هم يعملوا هذا الامر ويقتلوا هذا الشخص، خلاص كده الموضوع انتهى، يبقى هم يعتبروا كالشركاء في الجريمه. اما ان كل واحد بيقوم بوظيفه فبيقل بتقل عقوبته، لان مش معقول واحد اللي ضربه بالسكينه قتله يبقى زي اللي مسك زي اللي جري تمام بره في الشارع يعني. ده القصة. عشان كده احنا ما نقدرش نجزم وما نقولش احنا ولا نتهم القضاء، احنا لا احنا على يقين وعلى علم ان نزاهه القضاء المصري لا يعلى عليها. ده كلام كويس. فضلا على ان طب امال الناس بتاخد براءات ازاي؟ يعني الناس بتاخد يقول لك ده محامي شاطر، شاطر ايه؟ ما فيش. القصه كلها قصه اوراق، محضر الاوراق، محضر الاثبات او محضر الواقعة اللي تمت، ثم تحقيقات النيابه، ثم الادله، ثم القرائن الموجوده، ثم الطب الشرعي وتقرير الطب الشرعي عن حاله الوفاه التي تمت، والشخص اللي قام بالايه بهذه الجريمه. كده انت بتلم الموضوع. سالت سؤال حضرتك في اول الحلقه بس انا ما جاوبتش عليه، هل فيها استئناف القضايا دي ولا ما فيهاش؟ تمام. الجنايات ما فيهاش استئناف، اللي فيها استئناف الجنح،
اللي في الجنح الجنح فقط، انما الجنايات يحاكم امام محكمه الجنايات. وهذه القضيه تندرج تحت بند الجنايات. ايه الجنحه وايه الجنايه؟ عشان اللي هو القتل الخطا او مشاجره اللي هي هنقول احنا ببساطه شديده المخالفه، الجنايات بتنتقص او الجنحه العقوبات في الجنائيه، العقوبات الجنائيه تحدد حسب نوع القضيه، فاما انها مخالفه فدي عقوبتها الغرامه زي مخالفه قياده السياره او غيره، او انها جنحه عقوبتها الغرامه والحبس او الحبس حتى 3 سنوات، او الجنايه التي عقوبتها من 5 سنوات فاكثر من ذلك كجنايه. في القتل، في جريمه القتل الاصل انها جنايه ما فيش فيها كلام، بس توصيف الحاله قتل ايه او يحاكم تحت نص او بند اي ماده من المواد بيعتبر، لان في عندنا واحد قتل واحد بالسم حاطين سم، واحد قتل واحد بسكينه بس ضربه في مكان غير كده، واحد ماشي بعربيه ولقى ناس هتمسكه يعني عمل حادثه ولقى ناس هتمسكه راح ضرب واحد ومات الواحد ده كمان. تختلف العقوبات من الجريمه تختلف من شخص لاخر، لكن لو احنا قلنا جرائم القتل اللي هي العمد مثلا بالسم او بالسكينه او بالمسدس ده كل دي جنايه، كلها نفس العقوبه. لا مش عقوبه القتل العمد اللي هي عمد، اللي انا اقصده اللي هي جريمه القتل العمد، الا انا متعمد ان انا احط له سم او معمد ان انا اضربه بسكينه او اضربه برصاص، دي كلها جرائم عمد ومستعد لها وجاهز ان انا هقتله، فدي نفس الجريمة نفس العقاب. ده كلام مظبوط. اما في الوضع اللي احنا بتاع الاخ اللي توفي ده رحمه الله عليه استاذ محمد، محمد عادل، هي دي كده جنايه قتل وهيعاقبوا عليها هؤلاء، بس احنا برضو كنت حضرتك سالت في البدايه لو كانوا صغيرين في السن او كبار في السن، لان انت قلت ده بمعهد المطريه، معهد المطريه يعني هو سنه مثلا 20 21 سنه، تبدا ان هو يتحاسب على جرائم القتل ويعاقب عليها من سن كام بالظبط؟ هو بيحاسب الكل، ولكن يخضع، هو يتحاسب كمسؤول وان هو يتنفذ فيه حكم الاعدام لو من بعد 21 سنه. اذا اتم الشخص 21 سنه يعتبر كده ايه بالغ عقل رشيد، ومن بعد 18 سنه خرج من قانون الطفل، لان قانون الطفل ما بيوقعش عليه العقوبات الاعدام والكلام من ده بيوقع عليه عقوبات خاصه اللي هي الحبس عامه، ما فيش حبس او غيره او السجن المشدد ما تنطبقش على اللي هي الطفل اللي هو اقل من 18 سنه. 18 اسمه طفل. حتى لما يجي واحده بتتزوج 18 سنه هي نفس يعني ايه بيعتبروها في اعداد الاطفال، وهو كذلك الطفل زي كده في اعداد الاطفال. تصديقا لكلام حضرتك، كان عندنا قضيه لو نفتكر من فتره فاتت اللي هي بتاع محمود البنا رحمه الله، اللي هي كان اندرج تحتها القاتل تحت سن 18 عام، ودي ادت ان هو سجن مخفف، هو بالنسبه له قتل عمد ودي قتل عمد، بس بيحاكم هنا طبقا لقانون الطفل، قانون الطفل لغايه 18 سنه، فهو هم بيراعوا ان ده طفل، اذا كان ده مجرم ففي مليون واحد مش مجرم، فهو الاغلبيه تراعى من اجل الاقليه، والقانون بيحمي المجرم قبل ما يحمي المتهم او المجني عليه، بيحمي المجرم قبل المجني ليه؟ لان مش اي حد يطبق عليه اي حاجه، يعني دلوقتي طفل واحد 18 سنه وعمل جريمه قتل اعدمه في الحاله دي؟ بس يكون في راي عقاب صارم عشان ان هو برضه ما تبقاش يعني بالنسبه لان هو شاب 18 سنه او 17 سنه ما بقاش يعني ما يعتبرش طفل. استاذ مصطفى القانون كده، هو القانون بس احنا بنطالب يعني هتطالب ساعتها بقى بتعديل سن الطفل من 18 ل 16 مثلا تمام. عشان تندرج فيها طائفه كبيره جدا، وده كان موجود وحصل العكس، مش هيرجع. اللي كان موجود ان الطفل كان 16 سنه وبعد كده خلوا الطفل 18 سنه، اتعدلت الماده ل 18 سنه، 18 سنه في الاصل يعني. لكن هو عشان كده ان احكام الشريعه الاسلاميه لما كانت تطبق بتبقى رادع، ولذلك حتى يعني في ايا كان في الحدود، يعني في الحدود ربنا بيقول ولكم في القصاص حياه. حياه ازاي يبقى موت وفي حياه؟ قصاص يعني 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 بقتص من شخص، بقتص يكون من في شخص. يكون في حياه ازاي؟ يكون في حياه لان بيبث الطمانينه في قلوب الاخرين، وكل واحد بيشوف حاجه زي كده قدامه وان هو عمل موقف مش كويس قدامه وعمل حاجه وهيعاقب بهذه العقوبه، سواء كانت قطع يد او سواء كانت قتل بالسيف. طيب. او دلوقتي في سؤال، لو احنا جينا قلنا دلوقتي ان هم ممكن قال لك ايه ده كانوا شاربين او في تحت تاثير مخدر او الكلام ده كله، هل ليس هذا مانع عقاب؟ ليس هذا مانع عقاب، تمام. ده ممكن يبقى ظرف مشدد، تمام. زي واحد سايق سياره بدون وعي، وهو مش في وعي ومخدر تحت تاثير المخدر او الكلام ده كله، بالمخدر ثم بيعاقب بانه قاد
بسرعه تعرضت حياه المواطنين مثلا للخطر. تمام. دي مش يعني مش كل واحد ياخد حاجه ويقول ده انا خدت وعملت وكذا وياخد لا يبقى يعرف انه هيوقع عليه برضه العقوبه. طب احنا من راي حضرتك زي ما شفنا في ملابسات القضيه كلها حضرتك تقول ايه ان هم الاجراءات المتبعه ان هم اهل القتيل يعملوها عشان ياخدوا حق الاستاذ محمد رحمه الله. رحمه الله عليه. الاصل في الجرائم يا استاذ مصطفى ديت ان اهل القتيل ما لهمش اي حاجه دور لان الدور هنا دور النائب العام ووكلاء النائب العام هم الذين ينوبون عن المجتمع في تحقيق هذه الجرائم والحفاظ على مصالح الافراد الموجودين فيه وبالتالي ان اللي حصل الواقعه تمت والشرطه عملت تحقيقاتها ثم المحضر صدر للنيابه النيابه تقوم هي الاخرى بتحقيقاتها ومن ضمن تحقيقاتها ارسال عينات من الطب الشرعي من الدم مثلا اللي موجود على السكاكين ان وجدت او الادوات ادوات القتل ادوات القتل ان وجدت الادوات القتل على اساس يحققوا يعرفوا ان ديت هي نفس فصيله دم الشخص اللي توفي اللي موجوده على نفس السكين وكمان بيشوفوا السكين نفسه المستخدم اللي هم بيقولوا هم استخدموا سكاكين السكين نفسه كل سكين النصل بتاع السكين بيبقى ليه ترتيب معين والطب الشرعي بيحدد بيقول ان ده السكينه هي دي ولا غيرها يعني مش ممكن تجيب لي سكينتين واحد قتل بسكينه ونروح جايبين له سكينه وحاطينها له وحاطين عليها وحاطين على سنها دم والكلام ده كله ويثبت ان هو تمام لان النصل بتاع السكين بيدخل السكينه بيبان بشكل معين وبعدين الضرب من الامام غير الضرب من الخلف والضرب في اماكن قاتله غير الضرب مش في اماكن قاتلة. حتى مسكه السكينه نفسها تختلف من مسكه الاخرى ويقدر يثبت المكان نفسه تمام. وبعدين الموضوع ده كده مش مشاجره ضرب افضل طيب هل الطب الشرعي يقدر يثبت ان اللي كان بيضرب ده بيضرب وهو خايف خوف او بيضرب وهو متعمد وقاصد ان هو يكون بيضرب الطب الشرعي بيبقى فيه بيحدد يا استاذ مصطفى الادوات المستخدمه والجروح اللي تمت والاثر اللي تم بناء على هذه الجروح كمان انت الملابسات الوضع نفسه هم بيقولوا هم بيكشفوا نفسهم بعد ما يتم التحقيقات معاهم بيبان لهم الحاجات اللي هي موجوده معاهم بيبان النصل بتاع السكين ايه اللي عمل ايه حصل فيه ايه هل تسبب في حاجه المكان اللي فيه ضرب يعني واحد ضرب واحد في كتفه وغير واحد ضرب واحد في رقبته وغير واحد ضرب واحد في قلبه المكان اللي فيه الضرب بيبين نيه الشخص اللي قام بالعمل باتجاهه لمكان محدد هذا المكان الضرب فيه يفضي الى الموت تمام طيب حضرتك تقول ايه لاهل القتيل نقول يعني رحمه الله عليه وان شاء الله يعني القضاء احنا نثق فيه يعني ان هو يجيب لمحمد حقه بس احنا يعني انا بضم صوتي لصوتك في اللي انت كنت بتقول من شويه ان وضع عقوبات رادعه لمثل هؤلاء وخاصه في ما اذا كانت الجرائم المرتكبه جرائم ضرب افضى الى موت او قتل لان الشباب في الفتره الراهنه بيتناولوا حبوب ومخدرات واشياء من هذا القبيل وبيخبطوا مع بعضهم فبينتج عنه ان الشخص بيتوفى ويحاكم القاتل على انه طفل فبالتالي لا يقتص منه العقوبات الرادعه او لا تتم توقيع العقوبات الرادعه على هذا الشخص اللي هي تزجر غيره وتمنعه وتخليه يكون حريص او انه ما يفكرش ان يعمل حاجه زي كده ثاني. طيب ايه اللي حضرتك شايفه من وجهه نظرك اللي بتخلي الجرائم القتل ديت في الفتره الاخيره والاونه الاخيره من الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه ظهرت سمعنا عن كذا جريمه قتل بهذه الطريقه وطرق مختلفه كتير ايه وجهه حضرتك ايه رايك ايه يعني حضرتك تنصح الناس بايه او تنصح الشباب بايه ان هم ما يحاولوش يكرروا هذا الموقف تاني او يوصلوا للمرحله دي الموضوع ده يا استاذ مصطفى موضوع جرائم القتل ديت اللي انتشرت في الشكل الحديث من ضمن اسبابها وجود المخدرات الدوله بتكافح وبتجتهد في ان هي تقضي على وجود المخدرات لان وجود المخدرات بيخلي الشخص يهيئ له اشياء ويخيل له اشياء وبياخد حبوب بتخليه يفقد وعيه وان لم يكن وعيه جزء من وعيه وبالتالي بيقوم بمثل هذا الامر من ضمن الحاجات ان قد يكون القتل بدافع السرقه القتل بدافع السرقه بيقتلوا حد بس مش في الحاله اللي احنا فيها ديت لكن من ضمن الاسباب القتل بدافع بس احنا سمعنا ان هم كانوا عايزين منه فلوس الجريمه ديت زي ما شفنا في التقرير لا ان هم كانوا كلام والده ان هم كانوا بياخدوا اتاوه فردين بيفرضوا اتاوه على الطلبه في المعهد والكلام ده كله ان هم بياخدوا منه فلوس لو كان الكلام ده تم وحد تقدم بشكوى يبقى الكلام ده يقع في يعني
أمام وزارة الداخلية، هي التي يجب أن تقوم بتمشيط هذه الأماكن والتحقيق في مثل هذه الشكاوى التي تتم والقبض على مثل هؤلاء، لأن لهم قانون خاص اسمه قانون البلطجة. طيب العقوبة تختلف هنا من جريمة القتل بعد لما يكونوا طالبين منه فلوس وعايزين يبتزوه، ولا نفس العقوبة؟ هي اختلاف. العبرة ليس في الباعث في هنا، هم عايزين منه هيقتلوا ليه؟ أو كانوا قلنا لا قالوا له هيقتلك عشان لو ما دفعتلناش فلوس، هو قتل. طيب. لو أعدم هؤلاء لكانوا رادعين لغيرهم، لكن لما دول بيتركهم ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان لازم يكون في عقاب صارم بحيث ان مفيش غيره يقدر يكرر، لان بهذا الشكل وهذه الطريقه من السهل جدا ان كل شاب بيشوف ان هو شايف نفسه او شايف اهله مش مربيينه، ناس يعني عديم الرحمه وعديم الانسانيه، يكونوا بالمنظر ده ويعملوا في شاب في مقتضى عمره سنه 22 سنه لسه ما شافش حياته وما بداش مستقبله، انه يعملوا فيه هذا الموضوع هذه الجريمه ويقرروا ان هم ينهوا حياته فجاه كده، ده مش حل. لازم يكونوا عبره لمن يعتبر، ولازم يكونوا اشد العقاب عشان الموضوع ده يختل، يعني نبدا ان احنا ننهيه، لان حياه البني ادم مش سهله. هي كده ده الموضوع ده يقع في على عاتق نواب الشعب اللي هم بينتخبوا الان عشان هيبقوا في مجلس نواب، إصدار تشريع أو تعديل تشريعي بخصوص الجرائم التي تتم من ممن هم دون 18، وأيضا هذا على وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة العدل. أما ضبط الجريمة وضبط المجرمين وضبط الفاعلين والمحافظة على الأمن، ده من اختصاص وزارة الداخلية، ولو أن وزارة الداخلية تم التقدم لها بشكاوى يبقى ده تقصير من وزارة الداخلية عن القيام بواجبها. بس الناس ما تقولش احنا قلنا وهم ما عملوش، لا، تقدم بشكوى إلى الجهات المختصة عشان الجهات المختصة تقوم بدراستها والتحقيق فيها ودراسة أسبابها والقضاء على هذه الظاهرة، عشان ما الناس ترتدع، لأن الردع ما بيتمش غير بالعقاب. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لما يتقال إن اللي هيعمل كذا هيعدم، لكن لما يقول هيدخل النار يقولك طب ربنا يسهل يمكن أتوب وربنا يتوب. تمام. زي ما شفنا أستاذ أشرف، الجريمة دي كل اللي نقدر نقوله إن احنا بنطالب بنناشد القضاء المصري والمسؤولين إن هم يكونوا شادين أشد العقاب على الجناه، وكل اللي نقدر نقوله تاني إن احنا دعينا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان. دي كانت فقرتنا النهاردة عن جريمة القتل، ومستمرين معاكم في الحلقة، هنطلع نشوف تقرير عن الإهمال ونرجع لكم تاني. عارفين ناخد نفسنا وأرض بأرض نأكل مع العيال، نعملوه يعني روح للبال محافظ، روح اشتغلنا في الزراعة واشتغلنا الوزير البيئة واشتغلنا الوزر مش عارفين ناخد نفسنا وارض بارض نأكل مع العيال، نعملوه يعني روح للبال محافظ، روح اشتغلنا في الزراعة واشتغلنا الوزير البيئة واشتغلنا الوزر، اشتغلنا الوزير البيئة واشتغلنا الوزر، بقول لك ما حد سعيد فيه، بقالنا اكثر من 12 سنة من ساعة المصنع من عمل والدخان زاد علينا قوي والتراب والطين ما بنعرفوش ناكله من الزرع، الارض بتدور يعني الذرة ما زادش عن شبرين 32 سم، والدخان مموتنا وداخلين البيوت عشان على البيوت على بعد قد ايه، داخلين البيوت مش عارفين يناموا خالص وصدر العيال تعبوا. دايما شحت الدوره للعالم مات 4 بهايم يا سعاده الباشا في الارض، والعيال بتاعتنا بتموت من الدخان متعبهم في الليل وما حدش قادر عليهم خالص، واللي يكلموهم يقول لك هنوديكم المركز، وجم ضحكوا عليه وقال هنعمل مصنع اسمدي على ابو الجبالي وبيع في الخردي وبيع في الجرارات وبيع في اللواطر. زي ما شفنا في التقرير ده إهمال أنواع كتير، ولكن هذا الإهمال هو إهمال موظف، ولكن يتسبب في الأضرار إلى عامة الناس وعامة الشعب. حاولنا نتواصل بسبب هذه المشكلة مع المسؤولين لسه ما وصلناش لحد، فاحنا هنتكلم عن الموضوع ده لحد ما تقدر نتواصل معاهم ونشوف ايه المشكله ونشوف حل ليها. زي ما شفنا في التقرير الناس متضرره جدا، ده عباره عن مصنع لتدوير القمامه
ولكن مع الإهمال وقلة وإن الشغل والمكن والمصنع ما اشتغلش بقت عبارة عن تلال من القمامة بقت موجودة، والدخان والروائح في داخل المدن قدامنا في الصورة زي ما احنا شايفين، تلال من جبال. مش هقول لك ان هي مثلا بقى مقلب زبالة او الكلام ده كله، لا، ده عبارة عن جبال، احنا اكننا في صحراء، جبال من القمامة والدخان والروائح الكريهة والسميات اللي هي خارجة، لان متخلفات البيوت ومن كل الانواع مع التراكم بنشوفها ان الدخان بيخش على البيوت والاطفال وهي نايمه، زي ما شفنا الاهالي بتقول الاطفال ما بتعرفش تنام بالليل، بيحاولوا يخرجوا بره البيت، وفي اطفال كتير مات، لدرجه ان الزرع والحيوان تاثروا بالادخنه والسميات دي. فاحنا من هنا بنناشد الساده المسؤولين يبصوا نظره للناس الغلابه بعين الرحمه، ويشوفوا هل التقصير من احد الموظفين ولا دي مشكله وفي اتجاه الحل ليها. فيا ريت حد من المسؤولين يتواصل معانا علشان نشوف حل للناس دي، لان الروح زي ما قلنا جريمه، احنا كنا بنتكلم من شويه عن جريمه القتل، دي برضو تعتبر جرائم قتل، قتل النفس مش هين، ان احنا سواء اذا كان نبات او حيوان او انسان من الصعب جدا ان احنا نشوف منظر بالشكل ده ونسكت عليه. برضو هناخد راي برضو الاستاذ اشرف في دقيقتين يقول لنا برضو تعليقه عن التقرير ده. الموضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع ده من اختصاص وزارة البيئة. وزارة البيئة هي التي تقوم بالتخلص من النفايات والأشياء اللي من هذا القبيل، والمفترض في وزارة البيئة إن هي لها في كل مركز أو في كل مجلس مدينة مكتب خاص بيقوم بهذا الموضوع. المكان ده تقريبا في بلد حسب ما أنا فاكر في 100 شهالة أظن، صح؟ المفروض ان مكتب البيئه الموجود في المكان ده ياسين متولي يكون يتولى هو الموضوع. دي نمره واحد. نمره اتنين، اعاد لان ده نوع من القتل بالاهمال. قتل بالاهمال يعني دول الامراض والاوبئه. احنا دلوقتي الدوله الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. احنا دلوقتي لو شلنا قضينا على هذه الاشياء هنقضي على الامراض والاوبئه. طيب استكمال بعد ما نشوف نروح لتقرير عن الانتخابات عن مجلس نواب 2020 ونرجع لكم تاني بعد التقرير، ومعانا كمان نشره اخباريه بس نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني. وبنقول كلنا احنا وراك يا معالي المستشار.
يا سامعين صلنا جميعا تحت قبة البرلمان رجل مخلص. أحب أن أؤكد لكم أنكم لن تندموا أبدا على اختيار الأسد. شكرا لكم. الشباب ثم الشباب إن شاء الله تؤتي الملك من تشاء تمام ولا وتنزع الملك ممن تشاء وصلى الله عليك سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله بارعا في منزل الشعب. يجب ان يكون ترخيص مسكن للفلاح ان تتحول مستشفى بلطيم المركزي الى مستشفى طوارئ لاستقبال حالات الطوارئ. سكة حديد بطول الطريق الدولي الساحلي عشان تخدم محافظات الساحل الشمالي كلها في العجز في الادارات التعليميه للشباب ميناء تجاري بجوار ميناء الصيد برج الجو لتصدير سلعه الفلاح نعيد النظر في مبلغ التأمينات بحيث يتناسب مع ذلك الصيدلة. احنا نطالب بإنشاء المدارس في بعض القرى المحرومة مد شبكات الصرف الصحي في جميع قرى الدائرة. هيبقى في مكتب خدمة المواطنين وفي لقاء أسبوعي لكل وزي ما شفنا في تقرير مجلس نواب 2020 عن عضو مرشح دائرة البرولوس وبيلا والحمون وده المعالي المستشار ياسين متولي أحد مرشحين مجلس النواب ل 2020 زي ما شفنا حب الناس ليه. ده كان بعض لقطات من المؤتمر وفعلا شفنا بنفسنا حب الناس ليه وتمادى ان هو خدمته وخدمته الفعالة لأهل دائرته وأهل الكرة المجاورة ليه. الناس كانت مش هم اللي بيشدوهم على الـ على الـ على الشكل اللي احنا شفناه ده والمنظر اللي احنا شفناه، لكن فعلا الناس من قلبها كانت بتسنده وبتأيده. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. قبل ما اختم هشكر الاستاذ اشرف محامي بالنقد والنقد والدستوريه العليا. شاكرين يا استاذ اشرف ونورتنا وشرفتنا يا باشا، وان شاء الله تكون معانا في حلقات تانية. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج قضايا أو أحداث، وانتظرونا الثلاثاء القادم في الخامسة مساء إن شاء الله وحلقة جديدة عن تجار لحوم البشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.